يا جو، انا بحاول لك لا يا اخفي احمد، ضغوطي، لك بحاول لا مش اخفي ضغوطي. يا جو، ايه عم ايه، قلها انا شو، ما في عندي عناية بشعري، انا عادي انسان صلي على عادي. النبي، بس صلي على النبي، مش عندك عناية؟ ايه يا وليه، ده احنا هنخش العناية منك. بصي، محاولة اخفاء ضغوطك فهي هتخليك مضغوط اكتر. حوار مش كده. ايوه اتفضلي. كومنتيتي؟ لا شايفك يا اسطى. صاحبي مش شبه، اعمل ما ايه يا احمد؟ استنى دلوقتي يا احمد، شايف البت بتدور ازاي يا احمد؟ جو ايه، جو هي عينها وجعها يا اسطى. انت عندك مرض ولا ايه ده؟ ايه ده، اعملي كده تاني. سجل يلا، ولا سجل 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 سجل. لا لا. ايه بتعملي ايه؟ الحرمان باين من شفتي ملاية امي. يا رب ياخدنا يا جدع. ايه رايك في دوافع الاستمرار؟ يا عم انا ما عنديش دوافع الاستمرار، انا مستمر جدعانه مني ليك وكده، والله العظيم ما عنديش حاجه، انا قاعد معاك كده جدعانه جدع. الدفعه كلها يا جو قلقانه عشان بيذاكروا عشان الامتحان. قابلت بتذاكر؟ لا شبهك يا اسطى، زمان الدخول مجاني، على ايه ده؟ خليها تقول بيبي كده. قولي ولاء. بص يا ولاء، انت بنوته يا ولاء، امال انا اعمل ايه قدامك؟ ذكاء دود. ذكاء فيبي، ذكاء بنت فيبي. قولي يا بيبي، معلش قولي يا بيبي، بنت جو فيبي يا يعني. بيت. لا لا لا، احنا نسجل، احنا نسجل. هو انا بسجل بتاع الزفت ده؟ مش انا بسجل بقى. قولي كده. لا قولي ولا انا اللي هسجل نفسي، يلا امشي. قولي. لا استنى، انت ما تقولش يا بيبي يا عم، انت بتقول لي يا بيبي ليه؟ في ايه يا عم؟ تصلي على النبي. جو يا بيبي، لا نعم يا عم، الحمد لله جو الحمد لله يا بيبي، الحمد لله. اسمع، في حد بيسألني من أول اللايف، بيسألوني قولي. حد بيسألوني هو your baby شو بيشتغل؟ يور ايه؟ بيبي لا لبنان دي صدقوا اللي قالوا عليها عظيمه يا ده، والله العظيم. شجر الارز، الارز ما يقولوش رز، لا لا ليه؟ عشان لو قالوا رز زيك كده، بص الانتاج بيقولوا ارز، جرب انت تقول ارز هتجيب الانتاج ده، والله العظيم. انت بتحب الصيف ولا الشتاء؟ انا ما بحبش الحياه اصلا، انا جاي بقول لك قاعد معاكم جدعانه. يا عم صيف ايه وشتاء ايه، انا ما بحبش الحياه اصلا. ما يمكن احنا ده ايه انت، لا ليلو انت جو جلد الذات ده، مش فايق له دلوقتي، اركن شويه. بشرتها ابيض من ورقه الامتحان. العيال ماشي، خليها تقول دعاء. ايه يا دعاء؟ هتقول لي ايه يا دعاء؟ يا دعاء في ايه يا دعاء؟ ما تصلي على، قولي دعاء. ايه عندي خايف ادي دعاء ودي قولي دعاء. محبتك لا، دعاء تزعل. لا، افرحي يا دعاء، والله انت بتضايق. قولي دعاء فيني اقول لموسى بحبه لموسى. مين ده؟ حدا جدي. مين؟ انا اللي حدا اقول؟ لا انا اقول انا فيني اقول له في، لموسى انت بحبه فيك تقولي اي حاجه، قولي اي حاجه اي حاجه. موسى لا بحبك قولي الدعاء الاول عشان دعاء ما تزعلش. لا، دعاء تزعل والله، دعاء بالدنيا. قولي ليك لدعاء اللي انت بتحبه. ايوه كده. I love وهي you المنصوره واسكندريه اثرت دي، اسكندريه المنصوره دي فيها شويه حاجات انتاج حمار كده، بس ده انتاج مختلف، الخط بتاعهم ضرب. واحدة كمان يا بيبي يا بيبي تخيل انت خيالك بيخليك تكتب كومنت على واحده تقول لها قولي يا بيه، احنا رايحين في داهيه. والله العظيم. بص، ناس بتجيب هدايا لعيد الام، وفي ناس بتجيب هدايا لحماتها. انت جبت ايه؟ انا عارف انت يا اسطى.
انا لا شايف. لا جبت لامي، جبت لامي تفضل والله. يا زهراء، انا كمان بحبك كتير. كلنا بنحبك يا زهراء، بس بقى احسن لنا. ايه رايك في اللي بينتقدوك على الفيس؟ بص انا بوست والله العظيم، ده الاكونت الشخصي بتاعي والله العظيم، ولو وانزل اي حاجه تطبلوا لي. والله يا اما هتسكت كده ومحدش ليه دعوه بيا. والله اصل انت موجود على الاكونت الشخصي بتاعي فتطبل لي، انت ليه ما بتطبل لي؟ يقول لك لا انا اقول رايي. لا رايك ده اقول عند خالتك، ما تقولونيش انا يا عم، سيبني في حالي يا عم، انا تعبان نفسيا. أحمد بقى يا ابن قلبي خليها تقول بلا معين. لا بولا بولا ايه يا بولا حبيب قلبالك يا بولا. العيال راحوا في داهية. بجد. انت في ايه في دماغك؟ دريم بارك دلوقتي؟ دريم بارك دي الملاهي، دي الملاهي، دي الملاهي عندنا. جون احبه وهو داعمني جافيه، وكل يوم بيجي ينكد عليا ويقول لي عمر زينب وعمر. حبيبة كل دي، أليدة، كل دي مسج. يا نهار اسود، طمني. لا اطمني. نقرا كل ده يا بنت، اختصر يا بنت. ما تخافيش ما تخافيش، بشرتها ابيض من حق. بحبك احنا يا مش مح. عايشين يا عم شو. لا يا عمور عايشين يا عمور، في ايه؟ ما تفقدش الامل كده، صلي على النبي بقى عادي يا عم. يا هلا بك يا دارس كل المتابعين، جو كل يا المتابعين اغرب حاجه. إذا خفوا ماشي عندك سر. يا ستي مش مشكله، احنا ما بنبع بص انا ما بفتحش عشان جو الفولورز وال يا عم كبر، احنا قاعدين بنهلس. بحبك ايه يا اغرب حاجه عبدو، حصلت لك؟ مره مدرس الانجليزي كنت عامل له استيكرات، كنت بحبك اصلا يا عامل له عبدو. استيكرات على الواتس. هي بتحب حد غيرنا ولا بتحب مين يا ولد؟ ايه طبعا ايه بتقول بحبك ايه يا سلمى، سلمى؟ وانا بحبك كمان يا سلمى. انا جاي في اي حاجه بتتحرك. اي ها باجي. المستر بتاعي كان المستر، كان مستر انجليزي باين، كنت عامل له استيكرات واتس. بحبك يا جو، بعت له كتير. بحبك يا، بحبك يا مصطفى، بحبك يا جو. يا نهار جو اسود. اسمع، اتفضل. كلهم كلهم بقلبي، كلهم بقلبي، شايف بس انت الحنية بالفي يا اي ولد؟ بي. عليا النعمة لو ما كنت سجلت الحتة دي يا دي يا ابن الكئيبة هعزلك. قال لي ايه ايه يا اسطى الفي اي بي ده اصلا؟ يا اسطى انت بتعاملينا ليه؟ انت ميكروباص واحنا بنحمل واتنين ورا وبتاع، في ايه يا ست؟ عادي عادي عادي، احنا حنينين قوي هنا في مصر. ايه هي قمة القوة؟ بص قوة قمة القوة ان انت تخبط دماغك كده في الميكروباص وما تقولش اي، تمسك نفسك ما تعيطش. مكتوبة ايه؟ إن شاء الله هنخطب أنا وجو. ربنا كبير يا ست احنا. شايف يالا بحبك شايف؟ ما تنبرش عليا، تعب ده كلام وهمي. الله يسطا استني بس عشان دول هيشتغلوا نبر. يا اسطى يا اسطى ما تقولش الله يسهله ولا على معاك والله، ما ولا على ولا على فيا. ايه ده اللي قدامك ده؟ كان قنبله طاقه ايجابيه ماشيه على الارض والله. لا كان سيف فجرت. ايه اغرب حاجه شفتها؟ والله كان في واحد كاتب طريقه تشغيل بابجي، بابجي على البوتاجاز. واحد كده في الكومنتات اشكرك اخي اشتغلت معاك. يخطف. معلش كاميرا حصل خير، حصل بص، حصل الكاميرا خير. مبوسة الكاميرا، ايه ايه بتقول ايه يا ولية؟ يقولوا سلامة أمك بص الكاميرا. يا ولد الحيانة، يا ولد الحيانة. لا لا ما تعليش كده، ما تعليش كده، احنا حنينين بس الدرجات يعني، مش للدرجه يعني. بس كفايه كده ولا لا؟ رايحه فين انت مالك؟ في ايه؟ انت قبلتي علينا ليه؟ في ايه؟ خربانه معاك يا اسطى. بص اهو ابتدى العب بقى يا ستي. يا محفوظ يا محظوظ يا عم محظوظ. ماشي. ازيك يا دود؟ ده ما ينفعش انا اقول اسمك. طيب يا دود. يا عظيم، ولا ازيك انت يا نادين؟ جنات لك، ولا انا كمان بحبكم كتير، تسهر احلى ليه؟ اهل. بصر بلا هدف. يا جو انا تفضل بقرا انا كتاب زي كيف تحل 50% من مشاكلك.
انت بتقرا كتاب كيف تحل 50% من مشاكلك. طيب اشتري نسختين يبقى انت حليت 100%. يا اسطى ما تصدقش الكتب العبيطه دي يا اسطى، يا اسطى دي كتب عبيطه يا اسطى والله العظيم مش تجربه بيها. كيف تحل، كيف تقول للانهزام لا، قول له اديني قلت لا، قلنا لا يا عم الكلام. اضحكوا عليك والله، والله بيضحكوا عليك. سأنزل ومعاش أطلع على لبنان. ايه إيه بحبك بتقول؟ يا بحبك يا ميدو، ولا بحبك يا رومي يا توني يا طوني، اغمزي لي واحدة كمان جوجو شفت الشمس احلى بتفقع عينك. احنا حياتنا صعبه قوي. ايه اغرب امتحان امتحنته؟ امتحنت امتحان مره كان في اختيارات، كان رياضه، وانا ما اعرفش ليه الناس بتذاكر رياضه. عمل فالاجابه انت شايف ان انا هاني صح؟ لا 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 عادي عادي. الامتحان ده كان اختيارات، كان 89 الناتج الاولاني، 89 90 91، اختار ما بين الثلاث ارقام. انا كنت مطلع الناتج 4، فكنت حاسس بغباء. روح مصر ايش بقى ولا انا معاك يا عم، يا عم اهدى ولا انا ايه حبيبي. الله يهدى. يا صاحبي عزمنا، يا صاحبي عزمنا على الفرح. علقت قرارات الوزير المتحدث تتمرجح. عايزين نشوف اخوة. ايه يا ولاء، ايه يا ولاء. بحبك يا جو. هو كله هيعدي يا جو، هيعدي يا اسطى، بس على وشنا كده. هيتسمم وشنا الارض. يا رب حاجه حصلت. كان معايا واحد صاحبي قعد يكلم واحده، ووصل ان هو خلاص فاضل 3 شهور ويروح يخطبها. فكان بيبعت لها كروت شحن، وكان بيبعت لها يعني بيصرف عليها. الواد ده كان طيب قوي والله العظيم. في اخر اخر 200 جنيه بعتها لها، قال لها، قالت له خلاص متفقين ان هو يعني يومين ثلاثه وراح يتقدم. طلع واد وبيشتغل على الواتس وبتاع. كانت ليله كبيره قوي. كان بيغير صوته في التليفون. بصي انا كل التلميحات خلصت مني. ما ت... ايه استنى استنى، هو انت كاتب ايه؟ انا كل تلميحاتي خلصت، ناقص اروح اطلب ايدك. نتجاوز كمل طلع حكاية ايه العيال. خرق الدنيا يا جو، عدي البيت تلحق. العصبر اللي مشرفنا شوف لي صاحبتها يا اسطى. ايش معلش معلش يا جماعة، اللي يحس سلوم يا جماعة ايه؟ يا جماعة مش بعد فاكر. الخطبة هو حتى يرجع يروح على بيت أهله ويخطبها. ممكن ايوه يصرف ايه ويكرود والله التشريج وبعت 200 جنيه ماشي. وبيصرفهم عليا. ايه أمرح رأيك في لا كتاب شمس لا المعارف ده؟ كتاب هاري يا اسطى، ما فيش الكلام ده فاضي يعني يا اسطى. النت فاصل، سيب النت يا عيني. الواد اتخزق. طلع ولد ده قعد فترة طويلة قوي. يا جو هو بارد معايا، اعمل ايه؟ اضغطي. لو هو بارد اضغطي، ما كبري دماغك واخلعي. هو في ناس بارده فبتحب الناس البارده، فلو هو بارد خلاص سيبي. 5 خطوات ايه هم؟ هيقول له خطوات خمسه، اقول لك 5 خطوات. لا ماشي، انت صح، أشوف. انتوا صح، هم صح، الكلام ده صح. صح بحبك يا الكلام ده. حبيبة بحبك يا بحب حبيبه ازاي؟ لا حبيبه بنت. احنا كلنا بنحب حبيبه. طيب انا طولت عليكم، وانا مبسوط قوي ان انا طلعت معاكي، وسلمي على اخوكي وربنا يسعدكم. طبعا احنا بنهزر ما نقصدش. ايه انت بتعملي سلام. بصبعك كده ليه؟ تعالى. لا ده ناجي. ولا ولا ايه 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 لا عيب. لبنان لبنان أعمل فلو باك لبنان، لما نطلع انا مرة بروحش. تاني. ماشي حاضر حاضر، هعمل أوكي فولو باك. اصل انت عارفه ال 10,000 اللي عندي دول فولو، دول اصحاب اخواتي. وانت برضه بس انت مش اختي، انت عمرك ما كنت. ربنا يوفقك. طبعا احنا بنهزر معاكي، واوعي تزعلي من حد فينا، احنا بنهزر. أكيد تحياتي ليكي وتحياتي لاخوكي، ونتمنى تكونوا في اسعد حال، حبيبي وربنا سامعين يسعدكم. اوعي يكون في حاجه مضايقاكي، احنا بنهزر بس. لا أكيد سلام. سيء.
وسلم لنا عليه كتير قوي واحنا بنحبه، وشكرا ان هو استحمل هزارنا اللي ممكن يكون بيضايقه احيانا، اكيد احنا لا اسفين بالعكس جدا. كتير. سلم لنا عليه يلا كتير. باي باي. باي باي. اه سلام. لطيفة جدا وطيبة جدا. ماشي طبعا، مفيش الزكا منها. مفيش منها مذكر ليا دي. دي يا شو لما انت. ماشي انا بحبك قوي والله العظيم تاتا، وانا بحبك الله يستر. الذكاء الصغنن ربنا يسعدك. قول بحبك يا حسام، قول لي لا هي يا حسام. اتكررت على حاجه مهمه ومش عارف اعمل ايه. التردد، التردد ده صعب قوي، ده عايز حلقه، هعمل لك حلقه على اليوتيوب بسبب التردد ده. حاضر، عايز اوصل الاسئله اللي انت بتسالها على الانستجرام. الاسئله دي خطيب مين يا نون؟ ازيك يا كريستيان؟ تعال سيبك كده، سيبك منه، ركز من القمر دي يا اسطى. يا عم قول اسم. طب انا راضي بس استنى اسجل. ازيك زكاة دنيا؟ ربنا يسعدك يا دنيا، والله انا نظري ضعيف يا دنيا. طيب شوف لي اخوها ايه. يا نغمة ابو تفاح شغال يا مولانا، ابو تفاح اتقلب. ما كدبش روبي لما قالت ان الافندي في حتة تانية عن دستورك. بس بوس يا شو. انا ابن عمي هيتجوز من لبنان وهيجيب لي نفس اخت. شايف الصحاب؟ ابن عمك ده اسطورة والله العظيم. الفيديو بتاع السلو موشن جامد فشخ، الله يسترك والله العظيم، الله يسترك يا حبيبي. محمود حبيبي يا حوده والله، الله يسترك حبيبي، شكرا انت بتحبني ولع معاك. شكرا يا جو ميول يا اسطى، انا بنت. طيب ربنا يسعدكم. انا انت عملت بلوك ليه لاحمد؟ مش عارف هو اكيد معرفش. طب استنى افكوله. حاضر استنى كده. طب ابعت لي اي مسج مثلا، حط كومنت على اخر فيديو وانا ابص عليه بتاع احمد هشوفه. حاضر معلش والله، اصل اكيد شتم ضايقني قال حاجه، لكن معلش حقك عليا. انا انت عملت لي بلوك برضه تاني. ازيك يا نادين؟ مفيش ازيك يا ازيك يا منى. الصوت عندي بيقطع. اطولت عليكم، اتمنى تكونوا بخير، ربنا يسعدكم. نلتقي حيث نكون في وقت احسن. ازيك يا طرزان؟ شكرا يا اسراء، شكرا لكل الناس اللي كانت موجوده. لسه كنت بتفرج على الفيديو بتاعك بتاع الواحد، وعاوز اقول لك ان الوحده احلى بكتير من وجع الظهرات. الوحده كتير حلوه بس انا خايف عليك من الوحده، الوحده قتاله صاحبي، الوحده قتاله. لا